السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة فرح. النهاردة يا جماعة نوريكم الخلطة اللي احنا بنعملها لتصفير التوم. اتفضل يا عم عصام. احنا بنحط ايه العلف؟ وريني شكل العلف ده. زفر وسط، اسمه علف زفر وسط. عارف زفر وسط؟ علف زفر وسط، ماشي يا عم عصام. بنحط نص كيلو. نص كيلو علف. نص كيلو عن الباش. تمام؟ الله يفتح عليك. نص كيلو عن الباش. تمام. بنحط عليها ربع دقيق. ربع دقيق. الاصيل. الاصيل. ربع دقيق الاصيل. ابيض. دقيق الاصيل. تمام. ربع كيلو دقيق الاصيل. تمام. على الميزان. ماشي؟ يبقى كده كيلو الا ربع. تمام. تمام؟ بنحط عليها ردة سمك بيضة، درجة أولى من البيضة النظيفة. ردة سمك، ردة سمك بيضة نظيفة. اللي هي الناعمة. اللي هي الناعمة، البيضة النظيفة. تمام. بنحط عليها ربع كيلو. تمام؟ تمام. بنحط عليها ربع كيلو، بيبقى المجموع بتاعنا كيلو تمام. كيلو ألفا مخلوطة على بعضها. كيلو ألفا مخلوطة. بنزود عليها احنا ايه بقى يا عم حسام؟ بنزود عليها كيس الكاستر. كيس الكاستر. ايوه. تمام؟ كيس أيوة. الكاستر علشان ايه؟ أيوة. ده اللي هو الكاستر يا جماعه اللي انا أيوة. بتكلم عنه ده الكاستر اللي انتوا بتعملوه كاستر في البيت. ده الكاستر بيخش على علفه كاستر باودر فانيليا. تمام. ايوه ده بيخش على علفه بيدي ريحه الفانيليا للسمك. ريحه السمك الفانيليا دي بتصفر في الميه وتجمع تقوم تجمع السمك عليها تاني كده. يقوم الكاستر أيوة. بيصفر في الميه يقوم يجمع السمك عليها. تمام. مع العلفه الزفره كل دي بيعمل تشكيله للسمك يخش عليها. تسلم. تمام. تسلم. متشكرين يا عم عصام. دي العلفه عباره عن ايه؟ نص كيلو علف زفر، ربع كيلو دقيق، ربع كيلو رده، رغيف عيش بلدي، كيس كاستر. انا ممكن استغنى عن الكاستر بس الكاستر بيجنن السمكه تحت الميه. انا بعمل كل ده بخلطه على بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين، لو الكاميرا جايباه معايا. هو ده ربع كيلو رده، ربع كيلو دقيق، نص كيلو علف، كيس كاستر، رغيف عيش بلدي عادي ومقطعه حتت صغيره. دلوقتي هننزل نعجن ده في قلب الميه بحيث انها تبقى عجينه. خلي الكاميرا معايا يا ابني. نعجنها كويس بالطريقه دي. هنعمل فيها ايه؟ نعجنها كويس بالطريقه دي. باين العجنه في الكاميرا. ها؟ طيب يكون غويت مفيش فيه شبكه زي ده كده. ده الدور اللي انا عامله وكنت وريتكم فيديو، صورت فيديو وانا بعمله وازاي بجهزه. هو ده شكل الدور بعد ما الميه علت عليه. وهنيجي دلوقتي على الطرف بتاع الدور، هناخد شويه من العلفه اللي احنا عاملينها على وش الدور من بره زي وش زي طريقه الجله بالظبط. شوية جوه نكبر الدور بالشكل ده. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.